السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية خاصة بحالة الطقس بالمغرب ابتداء من يوم غد الأيام القادمة بإذن الله سوف نقدم لكم المدن المعنية بأمطار الخير، فلا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة. يوم غد أجواء صافية إلى قليل الزعم مع احتمال عودة الاضطرابات القوية ابتداء من يوم الاثنين، خصوصا أقصى شمال المملكة والشمال الغربي. سوف تعرفوا بعض التساقطات المطرية إن شاء الله، طنجة وتطوان والرباط وفاس ومرتفعات الريف، مع احتمال عودة الاضطرابات كذلك القوية أقصى شمال المملكة والدار البيضاء والرباط ومرتفعات الريف والجهة الشرقية والوجهة المتوسطية إن شاء الله، على وجدة والنظر حسيمة تطوان العرائش وباب برد وسيد سليمان والرباط وكذلك تازة فاس مكناس والدار البيضاء والجديدة أسافي خريب قوس طاتشا وكذلك خنيفرة بإذن الله وكيكو ومرتفعات الأطلس. سوف تعرف تساقطات ثلجية كثيفة إن شاء الله على خميسات وأمطار حاضرة سكور ممتاز وإفران وأسفرو بإذن الله. سوف تعرف تساقطات أمطار غزيرة ومعتبرة واستمرار التساقطات المطرية والثلجية إن شاء الله المعتبرة على الشمال الشرقي والشمال الغربي ومرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وكذلك الجهة الشرقية للمملكة وأقصى شمال المملكة. سوف تعرف تساقطات أمطار غزيرة ومعتبرة اليوم الجمعة، سوف تستمر الثلوج كثيفة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة إن شاء الله. أمطار حاضرة على حوز ومرتفعات الأطلس والسيس وكذلك الهضاب الشرقية وكذلك مع تساقطات ثلجية إن شاء الله كثيفة ومرتقبة.